السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الجزء 2 الحركة في بعد 1 القسم 6-2 إيجاد الإزاحة والسرعة المتجهة من العجلة ما للصف 12 متقدم مجلد 2 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. تتحرك سيارة في اتجاه X بعجلة AX تختلف باختلاف الزمن كما هو موضح في الشكل. ننظر للشكل. المحور الرأسي يمثل العجلة والمحور الأفقي يمثل الزمن. في اللحظة T تساوي الصفر يكون موقع السيارة X تساوي 12 متر وسرعتها المتجهة 6 متر لكل ثانية في اتجاه X الموجب. ما مقدار واتجاه السرعة المتجهة عند الزمن T تساوي 5؟ يعني هنا أنت بتعرف التمثيل البياني للعجلة بدلالة الزمن يمثل التغير في السرعة للمساحة تحت المنحنى البياني، يعني المساحة بتساوي دلتا V. المساحة عندنا هنا تمثل مساحة المثلث. إذن السرعة المتجهة للسيارة عند الزمن تي تساوي لها 5 ثانية تساوي السرعة الابتدائية زائد مقدار مساحة المثلث. السرعة عند الزمن تي تساوي 5 ثانية وتساوي موجب 6 متر لكل ثانية، هي السرعة الابتدائية، هي السرعة الابتدائية زائد مساحة المثلث اللي هي نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة 5 ضرب الارتفاع 4، هي القاعدة من هون لهون القاعدة وهذا الارتفاع على 2 وتساوي موجب 16 متر لكل ثانية. إذن في أي اتجاه؟ في اتجاه أيضا إكس الموجب، في اتجاه إكس الموجب. وفي رعاية الله ولا تنسونا من الدعاء.